فاجعة الزلزال في تركيا وسوريا لم تخلف فقط أجساداً متوفاة تحت الأنقاض، لكنها تركت أموالهم وحياتهم وذكرياتهم. فبينما يصارع رجال الإنقاذ لانتشال الأجساد من تحت الأنقاض، عثروا على مبالغ كبيرة وصلت إلى ملايين الدولارات. وما الذي فعله سائق جرافة مع سيدة راحلة في سوريا؟ سأحكي لكم في الملخص، وأنا هبة سعيد. عثر رجال فرق الإنقاذ في تركيا على مبلغ مالي كبير تحت الأنقاض خلال عمليات البحث وانتشال الضحايا، وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأناضول التركية الرسمية قيام رجال الإنقاذ بجمع المبلغ المالي والذي يقدر بمليوني دولار. وفي وقت سابق عثر أحد أفراد فرق البحث والإنقاذ التركية بين ركام الزلزال جنوبي تركيا على حقيبة تحوي على 4 ملايين دولار، حيث قام بتسليمها للشرطة التركية بحسب وكالة أنباء تركيا. وفي واقعة صادمة في المشهد السوري، ذكر الناشط السوري عمر مدنية أنه نقل عن شاهد عيان في اللاذقية، فإن سائق جرافة كانت تعمل في البحث عن وفيات الزلزال توقفت فجأة ونزل منها السائق بعدما شاهد جسد امرأة كانت قد توفيت إثر الزلزال. وأوضح بحسب روايته عن شهود العيان أن السائق تقدم نحوها ونزع الأقراط الذهبية من أذنيها أمام أعين الناس، ومن ثم عاد إلى جرافته وأكمل عمله. بينما عثر عمال الإنقاذ في سوريا على شنطة تحوي على مشغولات ذهبية وتم تسليمها إلى الشرطة لحين معرفة صاحبها. وتداول مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى نشيروها أنها لمبلغ كبير من المال عثر عليها بين أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. تبدو في الصورة رزم من الدولارات الأمريكية في أكياس، وجاء في التعليق المرافق لها: وجدوا في أنقاض تركيا 1,200,000 دولار، كم تعب صاحبها في جمعها، ولكن هل خرج من الدنيا بغير كفن؟ حظيت الصورة بآلاف المشاركات وصفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ بعد الزلزال العنيف الذي وقع الاثنين قرب الحدود التركية السورية. وقد نقلت مواقع إخبارية تركية أن أحد المتطوعين في عمليات الإنقاذ عثر على مبلغ كبير من المال وسلمه إلى السلطات ليتبين في وقت لاحق أن الأوراق مزورة. إلا أن الصورة المتداولة لا علاقة لها بكل ذلك، فقد أرشد البحث عنها إلى أنها منشورة في مواقع إخبارية عراقية عدة في إطار تقارير عن ضبط مبالغ بالعملة الأمريكية معدة للتهريب من محافظة ديالي. وقد نشرت الصورة في الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية في موقع فيسبوك في 3 فبراير 2023.